بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض تقدم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إنه خارج خلفا بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا. يا عباد الله فاسكتوا، يا عباد الله فاسكتوا، يا عباد الله فاسكتوا. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يا لها من فتنة، يا لها من محنة، نسأل الله الثبات. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احذروا كل ما يصدكم عن دينكم، احذروا فتنة القول وفتنة العمل وفتنة العقيدة والآراء الهدامة والمشاهدات السيئة، فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بما سيكون إلى قيام الساعة من فتن في آخر الزمان وغيرها، لعلهم يحذرون ولعلهم يتقون ويرجعون إلى ربهم. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك. وأكثر الفتن تخرج من جهة المشرق، كما ورد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. وعن ابن عباس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وفي عراقنا؟ فقال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق، رواه الطبراني ورواته ثقات. ومن أشراط الساعة ظهور دجال يدعون النبوة،
كما رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومن علامات الساعة الصغرى خروج نار من الحجاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. رواه البخاري ومسلم. وقد ظهرت هذه النار في عام 54 و600، كتب عنها العلماء وممن كتب الإمام النووي. ومن علامات الساعة قتال الترك. روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. وفي رواية البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وقد حدث ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه. ومن أشراطها أيضا ضياع الأمانة. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: ترفع الأمانة حتى يقال: في بني فلان رجل أمين، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. رواه البخاري في صحيحه. ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها واختلاف أنواعها، إسنادها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم وإيغارا لصدور وإثارة لفتن. ومنها قبض العلم وظهور الجهل. فروى أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي وعلوم الدين، أعني علم الكتاب والسنة الموروث عن الأنبياء. ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام. فقد روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. حديث صحيح على شرط مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا يبقى في المصاحف منه حربا. روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. رواه الإمام أحمد وهو صحيح. وقد جاء الوعيد بالنار لهذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق، كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه مسلم في صحيحه. وروي عن النبي أن من أشراط الساعة
انتشار وكثرة الشرط، وكذلك انتشار الزنا بين الناس وشيوع الفاحشة بين الناس، وكذلك ظهور الربا وانتشاره بينهم، وعدم المبالاة بأكل الحرام. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. وهذا الحديث ينطبق على كثير من المسلمين اليوم، فتجدهم لا يتحرون الحلال في المكاسب، بل يجمعون المال من الحلال والحرام. ومنها أيضا ظهور المعازف وآلات الموسيقى واستحلالها. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. روى طرفه ابن ماجه ورواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فدل الحديث على استحلال هذه الأشياء وهي محرمة شرعا، وهي الزنا ولبس الحرير والمعازف وشرب الخمر. كما روي أنه في آخر الزمان يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ومن علامات الساعة زخرفة المساجد والتباهي بها. قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال البخاري: قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أي يكثرون زخرفتها ولا يصلي فيها إلا القليل. وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم. ومنها كثرة القتل، فقد قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم في صحيحه. فها هي الحروب في كل مكان التي تدمر الأمم ويذهب ضحيتها الألوف بسبب انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب، حتى صار الإنسان لا قيمة له، يذبح كما تذبح الشاة، وذلك بسبب الانحلال وطيش العقول. فعند وقوع الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل وفيما قتل. ومنها تقارب الزمان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال ابن كثير: إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني. ومنها ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. صححه الإمام الذهبي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الطير، وفي رواية: كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. وهذا واقع في هذا الزمان، حيث انتشر بين الرجال صبغة لحاهم ورؤوسهم بالسواد. وتشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاهم بحواصل الحمام يصدق على من يحلق عوارضه
ويترك ذقنه ويصبغها فتكون مثل حواصل الحمام. ومنها كثرة التجارة وفشوها كما روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وقد وقع هذا وكثرت التجارة وشاركت النساء الأزواج فيها وافتتن الناس بجمع المال. وفي أول الحديث كما سمعنا قال: تسليم الخاصة، وهو أن الإنسان لا يسلم إلا على أناس مخصوصين يعرفهم. وقد ورد في ذلك قوله عليه السلام: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. رواه أحمد وإسناده صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر. وهذا أمر مشاهد الآن، مشاهد في هذا الزمان، وهذا خلاف السنة، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك قوله: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن سلام أنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، أول ما سمع منه سمعه يقول: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وقال فيه أيضا: وأفشوا السلام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. ومن علامات الساعة كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. رواه البخاري في صحيحه. وفي رواية عبد الله بن حوالة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، أو قال على هامتي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. رواه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. وفي رواية: إذا كثر الخبث. رواه الترمذي بسند صحيح. وفي رواية: فسأله رجل متى يكون هذا، أي متى يكون الخسف والقذف والمسخ؟ قال عليه السلام: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي وصححه الألباني في الجامع الصغير. وهذا هو واقعنا اليوم. ظهر الفساد في الأرض والبحر والخبث، وكثرت المغنيات، وانتشرت المعازف، وشربت الخمور. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعودوا إلى منهج ربكم، فإنه لا مخلص لكم غيره بعد الله. وابتعدوا عن الذنوب جميعها، صغيرها قبل كبيرها. فها نحن كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فنحن على خطر عظيم إن لم نرجع إلى ربنا، فسوف يظهر فينا الخسف والمسخ والخلف. أما الزلازل فها هي قد كثرت من حولنا، فبين الفينة والفينة نسمع عن زلازل وبراكين وأعاصير وهدم وغرق، كل ذلك لكي نأخذ العبرة والعظة. والله سبحانه يأتي الأرض ينقصها من أطرافها كي نعتبر ونرجع إليه ونتوب ونستغفر. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم اعلموا عباد الله أنكم لم تخلقوا عبثا،
ولن تتركوا سدى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه وتثبتوا واثبتوا على دينه واستقيموا إليه واحذروا أسباب سخطه. ثم اعلموا عباد الله أن من أشراط الساعة الصغرى التي تكون في آخر الزمان ذهاب الصالحين وارتفاع الأسافل من الناس وقلة الأخيار وكثرة الأشرار. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. ومعنى شريطته أي أهل الخير والدين، فيبقى فيها عجاجة أو عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي الصحيح عند البخاري: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال أبو هريرة: من أشراط الساعة أن يعلو التحوت، أن يعلو التحوت الوعول. أكذلك يا عبد الله بن مسعود؟ سمعته من حبي. قال: نعم ورب الكعبة. قلنا: ما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق الصالحين. والوعول أهل البيوت الصالحة. وفي رواية للإمام أحمد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. رواه أحمد وصححه السيوطي، وكذلك صححه الألباني. ومعنى هذه الأحاديث أن من علامات الساعة ارتفاع أسافل الناس على خيارهم واستئثارهم بالأمور دونهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم. وهذا من انعكاس الحقائق وتغير الأحوال، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان في كثير من البلدان. ترى أن كثيرا من رؤساء الناس وأهل الحل والعقد هم أقل الناس صلاحا وعلما. ومنها أي من علامات الساعة التماس العلم من الأصاغر وترك العلماء الكبار، كما ورد في الحديث: إن من أشراط الساعة ثلاث، وذكر منها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم. وفي رواية عن ابن مسعود أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. صحيح على شرط مسلم. وهذا في من يقول برأيه ويترك آراء العلماء، كما فسر ذلك الإمام عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه قال: لما سئل عن الأصاغر قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وقال أيضا: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع. وهذا مشاهد في زماننا هذا، يوجد أناس يصدرون عن آراء مخرفين وأهل بدع، أو عن أناس لم يتبحروا في طلب العلم بل قرأوا في جانب من جوانب العلم أو فن من فنونه، ثم تصدروا المجالس وأقاموا الدروس كمن اشتغل بعلم دون علم. فمثلا لو اشتغل بعلم الحديث وترك الفقه والتفسير والعقيدة وغيرها، وهذا لا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح، أو اشتغل بعلم الفقه وترك غيره من العلوم. والأدهى من ذلك والأمر أن هؤلاء ربما قالوا برأيهم وخطأوا من له قدم راسخة في العلم،
بل ربما كتب ورد على فطاحل العلم من جهابذة العلماء الأخيار الذين لهم ثقلهم في المجتمع ليبرز نفسه ويرتقي مرتقا صعبا على كواهل العلماء الذين أفنوا شبابهم بل عمرهم في سبيل تحصيل العلم من منابعه الأساسية. فالواجب على هؤلاء أن يأخذوا من كل فن ما يلزم حتى يكونوا ملمين بأمور الدين سالكين في طلب العلم النهج القويم. ومن أشراطها كثرة الكتابة وانتشارها وظهور العلم. جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة ظهور القلم. وفي رواية عمر وفي رواية عمرو بن تغلب قال إن من أشراط الساعة يكثر التجار ويظهر العلم. حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم. ومعناه والله أعلم ظهور وسائل العلم وقد ظهرت في هذا الزمان وانتشرت في جميع أرجاء الأرض بسبب توفر آلات الطباعة والتصوير التي سهلت انتشارها. ومع هذا فقد ظهر الجهل في الناس وقل فيهم العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة والعمل بهما ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئا. ومن أشراط الساعة الصغرى ظهور النساء الكاسيات العاريات كما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم في صحيحه. ومنها كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا واقع في زماننا الذي نعايشه. تنقل الأخبار من غير تثبت بل أكثر الأخبار التي نسبعها كذب في كذب. ومن علامات الساعة كثرة موت الفجأة كما روى أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. قال الألباني حديث حسن. وهذا مشاهد في عصرنا الحاضر كثرة موت الناس بالجلطة والسكتة القلبية وفي حوادث السيارات والقطارات والطائرات وفي الحروب المدمرة التي يستعمل فيها أسلحة فتاكة يروح ضحيتها الآلاف في أقل من لحظة. فاتقوا الله عباد الله فأنتم لا تعلمون متى تموتون فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فأكثروا من الصالحات وابتعدوا عن الذنوب والمعاصي فأعفوها الأعمال بالخواتيم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فاتقوا الله عباد الله وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفجأكم الموت فلا تدركون النجاة ولا الغوث. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم مصرنا بالحق وارزقنا الثبات عليه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين في برك وبحرك أجمعين. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. عباد الله تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض أشراط الساعة الصغرى ولكثرتها لم نستطع عرضها وفي هذا اليوم سوف نستعرض بعض ما تبقى منها إن شاء الله تعالى. فمن هذه العلامات عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا لما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة
حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا في سابق الزمان، وأنها ستعود كما كانت مروجا وأنهارا. ومن علامات الساعة كثرة الأمطار وقلة النبات، كما روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. ومنها حسر الفرات عن جبل من ذهب، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ومن أشراط الساعة كلام السباع والجمادات للإنسان وإخبارها بما حدث في غيابه، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منه شاه، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذكر، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله وانتزعته مني. فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوته ما أحدث أهله بعده. وفي رواية قال: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، رواه أحمد في مسنده. وقال الألباني: هذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، ورواه الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. ومنها تمني الموت من شدة البلاء، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به إلا البلاء، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه، وكما قال الشاعر: وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت يباع فأشتريه. ومنها كثرة الروم وقتالهم للمسلمين، قال المستورد القرشي وهو جالس عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر منها ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية أي 80 راية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. قال ابن مسعود: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت، والشرطة هم أول طائفة من الجيش تشهد الواقعة لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم قال في اليوم الثاني: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. وفي اليوم الثالث: يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. وذكر ذلك 3 أيام. ثم قال: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أي الهزيمة، فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعادى بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة أي يستطلعون الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم في صحيحه. وهذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية، وهي مدينة الروم، وهي معروفة الآن باسم إسطنبول أو إسطنبول من مدن تركيا، وكانت تعرف قديما باسم بيزنطة. ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ملك الروم بنى عليها سورا وسماها قسطنطينية وجعلها عاصمة ملكه. ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهما بلدتان قريبتان من حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا. وفي رواية: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول ثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول ثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون.
فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل، أي أن الدجال لم يخرج بعد، ويتركون كل شيء. فإذا جاءوا الشام خرج الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون صفوفهم إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وهذه الروايات مجموع روايات رواها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن في أشراط الساعة. وقد زعم بعض المؤرخين أن هذا الفتح قد تم في عهد محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، وهذا غير صحيح، لأن الفتح المراد في هذا الحديث لا يكون بقتال، إنما بالتهليل والتكبير. أما محمد الفاتح فقد فتحها عنوة بالحرب، ثم إنه لم يخرج الدجال في عهد محمد الفاتح، والحديث يدل على أن هذا الفتح يكون قبل خروج الدجال بأيام قليلة. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن القتال في آخر الزمان سيعود بالسلاح الأبيض، السيف والسهم والرمح، كما ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: وقد علقوا سيوفهم بالزيتون. ولم يقل علقوا سلاحهم، لأن كلمة سلاح تشمل كل نوع من أنواع السلاح القديم والحديث، ولكنه قال سيوفهم، فهو دليل صريح على أن هذه الأسلحة المتطورة الفتاكة من قنابل ومدافع وبندقيات سوف تنتهي في آخر الزمان، ولا يستعملها أحد من الناس، لأنها لا تكون صالحة في ذاك الزمان، فالله سبحانه قادر على إبطالها وإبطال مفعولها. وهذا يكون بشارة للمسلمين وتسلية لهم بأن لا يخافوا ولا يرهبوا أي قوة بشرية، فقوة الله سبحانه فوق كل قوة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالواجب علينا أن نصدق مع الله، وأن نرجع إليه سبحانه، ونتوب من ذنوبنا ومعاصينا، ونتوكل على الله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. فوالله ثم والله لو صدقنا مع الله لكانت معنا أعظم قوة في العالم، قوة لا تغلبها قوة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله سبحانه قادر على إبطالها وإبطال مفعولها، وهذا يكون بشارة للمسلمين وتسلية لهم بأن لا يخافوا ولا يرهبوا أي قوة بشرية، فقوة الله سبحانه فوق كل قوة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالواجب علينا أن نصدق مع الله، وأن نرجع إليه سبحانه، ونتوب من ذنوبنا ومعاصينا، ونتوكل على الله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. فوالله ثم والله لو صدقنا مع الله لكانت معنا أعظم قوة في العالم، قوة لا تغلبها قوة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم اعلموا عباد الله أن من أشراط الساعة الصغرى خروج القحطاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، رواه البخاري ومسلم. وهذا معناه أنه يسوقهم لا بالقوة، إنما يدينون له بالطاعة. وهذا القحطاني غير الجهجاه، لأن القحطاني من الأحرار، وأما الجهجاه من الموالي. ودليل ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه،
رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، والحديث في صحيح مسلم بدون لفظة من الموالي. ومنها قتال المسلمين لليهود، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال، فيقاتلهم المسلمون الذين هم من جند عيسى عليه السلام، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. ومنها استحلال بيت الله الحرام وهدم الكعبة. قال: لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون. لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون، فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، وصححه الألباني. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولك أني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وفي رواية: كأني أنظر إليه أبحج ينقذها حجرا حجرا، يعني الكعبة. رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه، وله شواهد في البخاري. وما ذكرناه في هذا اليوم وفي الأسبوع الماضي إنما هو بعض العلامات الصغرى، وهناك الشيء الكثير الذي لم نذكره، لأن هذا ليس مكان بسطها، إنما أردت التنبيه على بعضها من باب الذكرى، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الخطبة القادمة إن شاء الله سوف نذكر أهم علامات الساعة الكبرى التي لا تكون إلا قبل قيام الساعة بزمن يسير. وأحب أن أنبه إلى شيء مهم، هو أن ما ذكر من العلامات الصغرى قد تخرج في بلد دون بلد، وليس شرطا أن تكون العلامة موجودة في جميع البلدان، كما قال الإمام الحافظ العراقي: ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمان ولا في جميع الناس، بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان، انتهى كلامه. فلو أخذنا على سبيل المثال أن من علامات الساعة في آخر الزمان أن ينتشر الفحش والزنا حتى يفعل في الطريق، والقابض على دينه كالقابض على جمر، ويمر الرجل على القبر ويتمرغ عليه ويتمنى أنه مكانه، فهذه العلامات مثلا ليس شرطا أن تكون في كل بلد، بل إذا وجد في بلد واحد كفى. فها نحن الآن نرى في كثير من البلدان كثرة الزنا والفحش علنا، وكذلك بعض البلدان يضطهد فيها المسلمون ويعذبون بسبب أنهم مسلمون، بسبب أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فهذه البلدان المسلم فيها يقبض على دينه كما يقبض على جمر، فبعضهم يتمنى أن يموت قبل أن يفتن في دينه، فهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تتصور أخي المسلم أن علامات الساعة كلها يجب أن تراها في بلدك الذي أنت تعيش فيه، بل الأمر كما ذكرناه آنفا. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه أمركم بالصلاة على النبي، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين. اللهم من أراد الإسلام. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4124285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، لا نزال معكم في سلسلة نستعرض من خلالها بعض أشراط الساعة. واستعرضنا الأشراط الصغرى وبعض الأشراط الكبرى. ففي الأسبوع الماضي تكلمنا عن المهدي المنتظر، وهو علامة من العلامات الكبرى، والعلامة التي تأتي بعد خروج المهدي هي خروج الدجال، الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. فمن هو الدجال؟ وما هي علاماته وصفاته؟ هذا ما سنعرضه اليوم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. قال أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: الدجال هو الكذاب، قاله الخليل وغيره، ودجلة كذبة، ودجلة أي كذبة، والدجال هو الكذاب لأنه يدجل الحق بالباطل، وجمعه دجالون ودجاجلة على جمع التكسير. والدجل يطلق على التغطية، يقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه، ودجل الإناء بالذهب إذا غطاه وطلاه. وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل. ويسمى المسيح الدجال، فالمسيح مسيحان: الأول مسيح الهدى وهو عيسى عليه السلام، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأكمه والأبرص ويبرؤون بإذن الله. والثاني مسيح الضلالة وهو الدجال، وسمي بذلك لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. والقول الأول هو الأرجح، لأنه ورد في ذلك حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ممسوح العين، رواه مسلم. وأما صفاته فورد أنه رجل شاب أحمر، قصير أفحج، جعد الرأس، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى. وهذه العين ليست بناتئة ولا غائرة، كأنها عنبة طافئة. وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، أي لحمة غليظة، مكتوب بين عينيه: كافر، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، وهو عقيم لا يولد له. وإليك أخي المسلم بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث النواس بن سمعان قال: قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه شاب قطط عينه طافئة، وفي رواية طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. رواه مسلم. وفي رواية: إن المسيح الدجال رجل قصير أفجع، جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. رواه أبو داود، والحديث صحيح. وفي حديث أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: ثم تهجاها كافر، ونطق الكاف لوحدها والفاء لوحدها والراء لوحدها، يقرأها كل مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، أي أن المؤمن يقرأها حتى ولو كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وإنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. وورد في صحيح مسلم بسنده عن عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أنها سمعت نداء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، وكانت قد تأيمت بزوجها في بيت ابن أم مكتوم، فخرجت إلى المسجد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، وأقرب أي جمع قارب، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره، فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا، هذا الرجل في الدير أو في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، أي أنه كبير الجسم وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة، ثم ساق كلامه، ثم ساق الخبر إلى أن قال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال:
أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. رواه مسلم في صحيحه. والدجال بخروجه: والدجال يخرج من جهة المشرق. روى أبو بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال ابن حجر في فتح الباري: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. وقال ابن كثير في النهاية: يكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. وخلاصة هذه الأقوال أنه يخرج بين الشام والعراق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. رواه مسلم في صحيحه. فإذا خرج نزل بكل أرض ودخل كل مدينة وقرية إلا 4 مواضع: الكعبة والمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد الطور، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال: إنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام، مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، ومسجد الأقصى. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات. وذكر القرطبي في التذكرة أن الدجال يأتي على حمار عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا. رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي بعض الروايات ذكر أن حماره حين يخطو من خطوة إلى خطوة بقدر ميل. وعن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لم يكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعبث يمينا ويعبث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدو فيقول أنا نبي، يبدو فيقول أنا نبي الله،
ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة، أي أنه لا يسلط على غيرها، فيقتلها بنشرها بالمنشار حتى يلقى نصفين، وفي بعض الروايات فيمشي الدجال بين النصفين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم، وذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. وإن من فتنته أن يأمر السماء فتمطر، أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبوه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقوه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت، وأعظمه وأمده خواصر وأدر ضروعا. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطيه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتي من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، حتى ينزل عند منقطع السبخة فترجف المدينة رجفة بأهلها، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فينفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب؟ قال: هم قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام، فيرجع ذلك الإمام ينكس القهقرى ليتقدم عيسى فيصلي بالناس، فيضع عيسى عليه السلام يده على كتفه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وسلاح، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وانطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب لد، وفي رواية عند باب اللد الشرقي، فيضربه فيقتله فيهزم الله اليهود، إلى آخر الحديث. وأكثر أتباع الدجال من اليهود كما ورد في الحديث، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، رواه مسلم بمعناه، وكذلك يتبعه العجم والترك وأخلاط من الناس غالبهم العرب والنساء، لأن الأعراب في ذلك الوقت أكثرهم جهلة، وأما النساء فقد ورد في الحديث أن أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. ومدة مكثه 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، وفي بعض الروايات وآخر أيامه كالشررة أو كالشرارة،
يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي، أي أن اليوم قصير جدا، وذلك كناية عن قصر اليوم. فسأله الصحابة عن الأيام الطويلة والقصيرة كيف يصلون فيها، وهذا يدل على حرصهم على رضي الله عنهم على الصلاة، فليسوا كحالنا في هذه الأيام التي ضيعت فيها الصلاة وهي عمود الدين، إذا صلحت نظر في باقي العمل، وإذا لم تصلح لم ينظر في باقي عمله، حتى ولو كان يصوم ويحج ويعتمر ويبني المساجد ويتصدق بالملايين فإن ذلك لا يقبل منه. نسأل الله السلامة. ونرجع إلى إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال الصحابة عن الصلاة في هذه الأيام، فقال: تقدرون فيها الصلاة، أي لا يكفي في اليوم الطويل أو القصير أن تصلي خمس صلوات، إنما تقدر ذلك بالحساب، أي تقدره تقديرا. وأما سرعته في الأرض فورد في صحيح مسلم أنه كالغيث استدبرته الريح ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. وعن ابن مسعود أن الدجال يقول: أنا رب العالمين، وهذه الشمس تجري بإذني، أفتريدون أن أحبسها؟ فيقولون: نعم. فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم كالشهر والجمعة كالسنة، ويقول: أتريدون أن أسيرها؟ فيقولون: نعم. فيجعل اليوم كالساعة. رواه الحاكم ونعيم بن حماد. وعن كعب الأحبار أن الدجال يأتي على النهر فيأمره أن يسيل فيسيل، ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس، ويأمر الريح أن تثير سحابا من البحر فتمطر الأرض. وعن حذيفة أنه يخوض البحر في اليوم 3 مرات لا يبلغ حقويه، لا يبلغ حقويه، وإحدى يديه أطول من الأخرى، فيمد الطويلة في البحر فيبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد. رواه نعيم بن حماد. وهذا دليل على أن جسم الدجال كبير جدا، كما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أيها الإخوة، هذه بعض أخبار الدجال، وما تركته أكثر مما قلته منها الصحيح وغيره، آثرت الاختصار فاكتفيت بالبعض للإشارة والذكرى. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المعتبرين وأن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ثم اعلموا عباد الله أن فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، لا يقدر أحد قدرها إلا إذا عايشها، ولذلك حذر الأنبياء السابقون أممهم منه، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، بل أمرنا بالاستعاذة منه في كل صلاة قبل السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم في صحيحه. وكان طاووس ابن كيسان اليماني يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء، وهذا دليل على حرص السلف على تعليم أبنائهم هذا الدعاء العظيم. وإلا في حقيقة الأمر فالصلاة صحيحة ولا يلزمه الإعادة، ولكن هذا من حرص السلف وخوفهم من الدجال. والناس الآن قد تساهلوا بذكره وتركوه وتركوا ذكره، وقد ورد أن من علامات خروج الدجال نسيان ذكره على المنابر. قال عليه السلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، أو يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن الصعب بن جثام وقال: حديث صحيح.
وهو في الحقيقة فتنة عظيمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم أعظم من فتنة الدجال. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتراب منه، لأنه قد يفتنك وأنت مؤمن. فورد عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني. فكما ذكرنا في الخطبة الأولى أن فتنة أنه يقتل شخصا ثم يحييه الله له، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، ومن تبعه رضي عنهم وأمر السماء أن تمطر لهم والأرض أن تنبت فيكونوا في نعمة، والذين كذبوا به يأمر السماء فتمسك المطر والأرض تمسك الزرع فيتضررون وتموت مواشيهم، ومعه جنة ونار، أو نهر من نار ونهر من ماء. فالذي يراه الناس نارا هو في الحقيقة ماء وجنة باردة، والذي يراه نارا والذي يراه الناس ماء أو جنة هي في الحقيقة نار تلظى. فمن دخل ناره فإنه ينجو من نار الله، ومن دخل جنته أو نهره الذي فيه ماء فإنه سوف يدخل نار الآخرة ويحرم من الجنة التي أعدت للمتقين. فيجب علينا الحذر منه، وذلك بفعل الأمور التالية التي من فعلها فإن الله يعصمه من فتنة الدجال إن شاء سبحانه. الأمر الأول: التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى الله حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم، وأن تعلم أن الله سبحانه قادر على كل شيء، أما الدجال فلا يقدر على كل شيء. فلو كان الدجال قادرا على كل شيء وأنه رب كما يزعم لأزال العيوب التي فيه، فهو أعور ومكتوب في وجهه كافر، وهو جعد الرأس وغير ذلك. فلو كان قادرا حقا لأزال هذه العيوب من نفسه. الأمر الثاني: التعوذ بالله من فتنة الدجال، وخاصة في الصلاة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال. رواه البخاري. وأمر الرسول أمته أن يستعيذوا بالله منه بعد التشهد، كما ورد في صحيح مسلم السابق الذكر عن أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال الحافظ الإمام الذهبي: الاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي بعض الروايات من آخر سورة الكهف، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدركه منكم، يعني الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه مسلم. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: 10 آيات من آخر سورة الكهف. وسورة الكهف سورة عظيمة، يسن للمسلم أن يقرأها في كل يوم جمعة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني. الأمر الرابع: الفرار منه والابتعاد عنه، والأفضل أن يسكن مكة أو المدينة، لأن الدجال لا يدخلها،
وكما ذكرنا قبل قليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح، صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من فتنة الدجال ومن كل فتنة، إنه سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أمركم بالصلاة عليه فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين في برك وبحرك أجمعين. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في يوغوسلافيا وفي كشمير وبورما وفي كل مكان، اللهم عليك بأعدائهم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4124285، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.